بالنسبه للناس بقى الغلابه، يا ريت الناس المسؤولين يخلي بالهم شويه من الاسعار، ولان الناس بتكح تراب والناس ابتدت تجد، وكل اقدر اقول له حسب الله ونعم الوكيل في كل مسؤول في البلد. المفروض الحكومه تراقب الاسعار دي، تعمل لسته، يا اما تعمل قانون رادع للتجار القشع ده. احنا مشكلتنا في الوقت الراهن اللي احنا فيه والمشاكل اللي بتمر بيها البلد وضيعان البلد دوت، ان الناس يكون عندها ضمير، الناس اللي بتستغل، الناس اللي شغاله في التجاره، الناس اللي شغاله في الحاجات في البيع والشراء دي، تراعي ربنا في المكسب. النهارده بقى تفاوت في سعر البيع والشراء بقى كبير جدا، والناس مش طمعانه، فالناس ما كانتش ترحم بعضها ربنا مش هيرحمنا. والله بجد حسوا بالغلابه، انتوا قاعدين بتقبضوا بالدولار والناس دي بتقبض ملاليم على قفاها مش في جيوبها، حسوا بالغلابه بس، مش عايز اكتر من كده. والله احنا مشكله المصريين اللي بتقول حاجه يعملها على قفا التاني يعملها، واللي ماشي في الدنيا دي بمورد الله اساسا بيتاكل، واللي عايش في الدنيا دي النصابين، واللي بتقبل وتقبل بالناس وبتاكل لعيالها سم وقبل على كده، واتعاملت مع الناس بالثقه هنا مفيش الكلام ده، وبيقبلوا الكلام ده. والمشاكل اساسا في الدنيا غالت ياما، وشغل مش زي الاول، والحاجه غالت ومش زي الاول خالص، يعني الواحد مش عارف يظبط نفسه ولا يظبط بيته وعياله بما يرضي الله اساسا، والواحد ما بيقبلش حاجه اساسا حرام. من حكايه الغلاء وارتفاع الاسعار والناس اللي بتعانيه بتئن من الغلاء ومن الفقر والبطاله اللي احنا شايفينه، وبعدين كمان الفساد اللي بيحصل في الدوله، الدوله مليانه فساد، الدوله بتعوم في الفساد، بتسبح في بحر فساد. اللي احنا شايفينه ده كده، تسمع البرلمان 18 مليون جنيه عشان يجيب 3 عربيات، ليه يعني؟ واحد زي اللي الرئيس بيقول ان البلد فقيره، وازاي دول بيجيبوا لا مؤاخذه بيهدروا المليارات دي، وتسمع ان في 6 شهور صرفوا 770 مليون جنيه، ليه يعني؟ المفروض يبقى في حاله تقشف بقى، المفروض الناس دي بدل ما يركب عربيه يركب تاكسي ولا بتاع، وياخدها مواصلات، حتى عربيه من رخيصه من العربيات القديمه تتصلح ويشتغلوا بيها، ده لو هم بيتكلموا بقى وقلبهم على البلد، ولا بالكلام ده نخاطب بيه المواطن اللي طفحان الدم، والجماعه دول اللي هم كعب عالي ما لهمش دعوه بحاجه بالبشر. فدي حاجات دي كلها، كل دي مشاكل، دي كلها احنا بنعاني منها، وبنعاني من الظلم اللي بيدور في البلاد. البلد كلها ظلم وفساد الواحد بيعاني منه، عايزين ربنا سبحانه وتعالى ينسف بلدنا كده ويرزقنا بالناس اللي تخاف علينا وتخاف على الشعب وتراعي الشعب وتتقي الله فيه، لان ربنا سبحانه وتعالى هنقف كلنا بين ايدي الله، وهيتسال البني ادم على ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، مش هيتساب كده، كل واحد هيقف بين ايدي الله سبحانه وتعالى وربنا هيحاسبه. امتى الناس دي ترجع لربنا وتتوب الى الله سبحانه وتعالى وتتقي الله في حق الشعب وفي الناس الغلابه دي؟ ده في ناس بتموت من الجوع، وناس بتنقي العيش من الزباله تاكله، الناس ماشيه بتكلم نفسها في الشوارع. كل دي مش دي مشاكل بنعيشها، ولا احنا يعني نغمض الطرف عنها؟ لابد ان الناس تتقي الله. فين المسؤولين عن الدوله؟ سايبين الدنيا ليه كده؟ المفروض الناس تتقي الله، بدل ما عمالين نسمع ان ده حرامي سرق هنا وده سرق نهب هنا، والمش عارف ده عمال يضيع فيه ويهدر في المال العام. حتى البرلمان اللي هو بيقولك بيمثل الشعب كلاما بس، هو فعلا لا بيمثل الشعب ولا هو اصلا من الشعب، ده برلمان الحكومه مش برلمان الشعب، برضه نفس الحكايه، بيهدر في المال العام وياخده فلوسه وبتاع والكلام ده، ويتكلم يقول لك امن قومي، وامن قومي مش التسريبات اللي بتطلع لوزير الداخليه ما بين وزير الخارجيه وما بين الرئيس، ده مش امن قومي، التسريبات اللي بتطلع من مدير مكتب الرئيس مع الرئيس ده مش امن قومي، يبقى احنا امننا مخترق، يبقى احنا بقى نشوف نراجع حساباتنا بقى ونشوف احنا ايه في بالظبط. الناس دي كلها نايمه ايه؟ نايمه نينا مش دارينا بالدنيا لغايه ما لقينا نفسنا محتلين في يوم من الايام. اولا اول حاجه انا يعني ايه بندم ان انا يعني انتخبت مجلس النواب، دي مشكلتي. وبندم ان انا شاركت في كل الايه؟ لان كنا منتظرين ان احنا نستكمل الدوله مؤسساتها ونعمل خريطه الطريق ان البلد دي تبقى كويسه، وكل واحد يقوم بواجبه وكل مواطن ياخد حقه. انا مش شايف دلوقتي لا كل واحد بيقوم بواجبه ولا كل مواطن بياخد حقه. انا شايف دلوقتي ان كل مسؤول بيدور على الفلوس، انا شايف دلوقتي ان الوزراء بتدور على زياده المرتبات، انا شايف دلوقتي ان المحافظين اللي هم قاعدين في مكاتب وتكييف وحرس وخدم وحشم بيزودوا بيطالبوا بزياده المرتبات، انا شايف ان كل مسؤول بيدور ان انا اخد، مش كل مسؤول بيقول ان انا اعطي ادي.
عشان كده مش اقسم امين بالله ما هننهض. والله 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 ما هننفع طول ما اي مسؤول ما بيشتغلش للي عنده انكار ذات وبيشتغل للوطن دي، اقسم امين بالله ما هننفع. كله بيدور على الفلوس، كله بيدور على الفلوس، كل مسؤول في مجلس النواب بيدور على الفلوس، محافظ بيدور على الفلوس، وزير بيقول لك مرتبي ازاي؟ فين انكار الذات هنا؟ فين التنازل؟ فين ان انا بشتغل بكل يعني ده عمل عام، انت بتشتغل في عمل عام، عمل يتكتب لك في التاريخ، مش عمل انت بتشتغل في عمل خاص عشان تطلب رفع مرتبات ولا زياده دخل. لا، الدول الناجحه ما بتتبنيش على تبرعات، الدول الناجحه ما بتتبنيش بنفس الطريقه المتدنيه اللي عايشين فيها.